مرحبا بكل مشاهدينا عبر شاشة القناة التربوية إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الدوري السوري الممتاز، والخاصة بمنافسات الدوري السوري موسم 2019-2020، مع وصولنا إلى المرحلة الأخيرة لمرحلة الذهاب من خلال المباريات السبع التي أقيمت يوم السبت، وبالتالي كان ختام مباريات الدوري السوري لمرحلة الذهاب. مباريات لا شك كانت مهمة لجهة فريق تشرين تحديدا الذي عزز من صدارته لفرق اللائحة، أيضا كانت نتائج مهمة للفرق التي تحاول الهروب من شبح الهبوط لأندية الدرجة الأولى، ومن خلال فوز أول كان ومفاجأة كانت من خلال فوز فريق الجزيرة على فريق الاتحاد. هذه مباريات سنطل عليها فنيا وتحكيميا، وأرحب بضيفينا الكريمين، أرحب بالكابتن جودة نحلاوي مقيم الحكام. أهلا وسهلا فيك كابتن جودة، يا مرحبا، وبالباحث الإعلامي الرياضي الزميل محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن. أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا. مساء أوقات أستاذ إياد، أنت وكل المشاهدين الكرام. وصلت الأمور إلى مراحل الأخيرة، إلى خواتيمها في مرحلة الذهاب كابتن جودة، كما تابعنا من خلال مباريات المرحلة الأخيرة اللي عزز فيها تشرين صدارته لفرق اللائحة. يعني مثل ما حكينا أنه الفريق تشرين من أجهز الفرق فنيا، يعني بيستاهل كان يكون بين الأربعة الكبار، فكان هو السباق بالمركز الأول. يعني الأندية كلها، في أندية كانت الأندية كلها بتحب تحرز بطولة الدوري، ولكن في أندية عندها مقومات النجاح، عندها مقومات الفوز، كانت هي الأفضل بالترتيب على السلم. لكن هذا هو السؤال الأساسي، يعني قبل ما ندخل على ملامح الأسبوع الأخير، أنه هل يستمر؟ لأن هذا السؤال يسأله أنصار تشرين كثيرا، يعني دائما الفريق في المواسم الأخيرة عم يكون عم ينافس، فهل يستمر حتى النهاية؟ أستاذ إياد، ما دام هناك استقرار الإداري والفني والحفاظ على نوعية اللاعبين التي صنعت الفارق في مرحلة الذهاب، هذا يؤدي إلى النهاية الصحيحة. في المواسم السابقة كان تشرين يكون متصدرا ويستغني عن المدرب، ليس هناك الاستقرار الفني المطلوب. إذن الاستقرار الفني أعتقد سيصنع الفارق، والحفاظ على نوعية اللاعبين الذين بالفعل كانوا متألقين في مرحلة الذهاب. هؤلاء أعتقد عطفا على الظروف الحالية التي تمر بها الفرق، وعطفا على المستوى الفني العام لطوال مرحلة الذهاب، تشرين وجد في المكان الذي يستحقه، بمعنى أن الصدارة ذهبت لمن استحقها. بالمراحل الأخيرة كابتن جودة، كثر الكلام عن التحكيم، وخاصة في ظل وجود بعض القرارات اللي بدلت بنتائج مباريات. يعني للأسف الشديد هذا الكلام صحيح 100%. يعني طبعاً هي كانت مؤثرة، أثرت على نتيجة المباراة. نعم، هي كانت أخطاء حكام، أخطاء تقديرية من الحكام. طبعاً نحن ما بننبسط لما بنسمع هيك كلام كمقيمين حكام، كمقيمين بالمباريات. لذلك يعني نحن نتمنى أنه بمرحلة الإياب هالأخطاء هي ما تكون موجودة، لأنه يعني بالنهاية حتكون مضيعة لتعب المدربين، مضيعة لتعب اللاعبين ومجهودهم، بنفس الوقت حيسببوا كتير من التساؤلات أمام دام لجنة الحكام والاتحاد. ملامح المرحلة الأخيرة ذهابا، إذا بدك أنا بلغة الأرقام، أو إذا بدك تعقب كمان على كلام كابتن جودة. يعني أنا من لافت حضرت مباراتي الفتوة والشرطة والفتوة والوحدة في ملعب تشرين. في المباراتين الحكم هو ذاته صفوان عثمان، حرم فريق الشرطة من هدف صحيح بعدما تجاوزت الكرة خط المرمى، كانت مباراة منقولة يعني تماما، وضاعت على الشرطة نقطتان. أيضا صادر هدفا لفريق الوحدة تجاوبا مع حكم التماس، أيضا هرب الفوز من فريق الوحدة، والفوز كان ممكنا أن يقلص الفارق بين الوحدة وفريق تشرين فقط إلى 3 نقاط. يعني هذا الأمر، هذه النقاط يعني إذا كانت سببا في ضياع الدوري على أي فريق تكون مؤثرة، ويحفظها الجمهور ردحا طويلا. على كل دائما نذهب بالاتجاه اللي حكى عنه الكابتن يعني جودة، كل حال الأخطاء حكام، الأخطاء هي ملح اللعبة بالنهاية. تماما يعني ملح اللعبة، نعمل أن تخف، لا نقول أنه تنتهي، لأن ما في مباراة إلا فيها خطأ في مكان ما. أستاذ إياد، نهائي كأس العالم أحيانا مباريات نهائية يحدث فيها خطأ، يعني كلنا يتذكر نهائي كأس العالم 1990 ألمانيا والأرجنتين، ركلة جزاء ألمانية مريبة يعني احتسبها الحكم المكسيكي كوديسال مينديز،
غيرت وجهة كأس العالم، صحيح. يعني أول أن ذهبت في تلك الشيء. هذا يحدث بصراحة. بلغت الأرقام على المرحلة الأخيرة إذا بدنا نحكي، 12 هدف فقط سجل في المباراة السبع، يعني أقل، يعني نسبة نسبة قليلة، قليلة، هي ليست الأقل هذا الموسم ليست الأقل، لكنها صح. نسبة قليلة نوعا ما، الحرص على النقطة ربما، لكن مع الأهداف ال 12، مع الأهداف أضحى المجموع العام لأهداف الدوري حتى الآن 200 هدف، 200 هدف خلال 90 مباراة. 90 مباراة، طبعا بعد في مباراة مؤجلة، مباراة بين كرامة ووثبي، حمص نعم كرامة ووثبي 15 شباط الجاري سبق المباراة، معدل 2.2، يعني تم. معدل ليس سيئا لكنه ليس جيدا بالمطلق، يعني ليس النسبة الأسوأ. صحيح. النسبة الأسوأ على فكرة أستاذ إياد كانت موسم 90 91 على ما أعتقد 1.78 الموسم اللي توج فيه الفتوة، والنسبة الأعلى كانت الموسم اللي توج فيه الوحدة 2003 2.95. على كل، كل هذه الأرقام ستكون حاضرة بقوة الأسبوع القادم، حلقة خاصة أرشفية لمن يرغب طبعا، وهم كثر بالتأكيد من يعني متابعي الدوري السوري، تكون حلقة خاصة عن مرحلة الذهاب بكل تفاصيلها، من ضمنها هذا المحور موضوع الأهداف ونسب التسجيل للأندية، الأهداف، ركلات تمام. الجزاء، الأهداف بطاقات العكسية، الهدافين، تمام. يعني إن شاء الله إن شاء الله. على كل حال سنتابع الأهداف، هنا بالأساس الأهداف قلال، يعني 12 هدف رح يقلوا أكثر لأنه مو كل الأهداف مسجلة. رح نشوف يعني أغلب أهداف المرحلة وليس جميعها. إذن هذه أهداف المرحلة الأخيرة ذهابا، سنبدأ من مباراة الساحل وجبلة، مباراة قمة من نوع خاص، كانت خاصة بالتنافس الكبير بالنسبة للفريقين وهما من فرق القاع، مباراة هدفين لهدفين انتهت، تقدم الساحل لكن عاد فريق جبلة بعد أن تأخر بهدفين. البطاقة الحمراء التي تعرض لها مسجل هدف الساحل الثاني سامر خان كان أثرت، وهو هدفه الأول على كل حال في بطولة الدوري، استغلها جبلي خير استغلال، فعندما تكون في زيادة عددية يجب أن تستثمر ذلك، وهذا ما حدث، يعني الفوز، التقدم بهدفين، مؤنس أبو عمشة وسامر خان كان لم يكن له قيمة، لأن الجبلي استطاع العودة مستفيدة من الزيادة العددية، سليم برهوم ومحمد و ما اعتقد مدافع الساحل خطا محمد دعاس، محمد دعاس بمرمى. طيب. راح نتابع احنا طبعا الساحل لم يخسر امام جبلي استاذ اياد في ثلاث مباريات، يعني في الموسم الفائت لم يخسر وهذا الموسم ايضا لم يخسر. هدفين الساحل سجله مؤنس ابو عمشه بالدقيقه 22 وسامر خان كان بالدقيقه 45 تماما. كما نعلم استاذ اياد هذه المباراه كانت مباراه مهمه جدا للهروب من شبح الهبوط، يعني نتيجه التقارب بين النقاط، يعني فوز الساحل كان سيفيده كثيرا، وبالمقابل فوز جبلة كان سينقله الى المركز الحادي عشر مكان فريق الساحل، لكن المباراة يعني من المباريات النادرة في ملاعبنا على كل حال أن يتقدم فريق بهدفين ويعود الفريق الآخر، حصل ما حصل في هذه المباراة، هذا الهدف كان هدف سليم برهوم بالدقيقة 61 هدف جميل. على كل حال هذا اللاعب على ما أعتقد طرد في المرحلة الحادية عشرة إن لم تخني الذاكرة أمام فريق الجزيرة في دمشق عندما فاز فريق جبلة، هو عائد من الإيقاف واستطاع أن يسجل.
لكن كي نوصف الفريق كابتن اهم محمود، يعني شيء ان بنقول جبلة لم يخسر في هذه طبعا المباراة بالنسبة لفريق الفريق جبلة. تحسنت يعني طبعا بالنتائج طبعا، الأخيرة، وقبل وتعادل مع قبل هذه الجيش. المباراة تعادل مع الجيش، تمام تعادل يعني مع الجيش كان خير مذاكرة لهذه المباراة. صحيح. هو يلعب الجبلي على كل حال يعني القليلة هي النقاط التي حصدها يعني هذا الموسم، 9 نقاط، لذلك كانت الآمال أكبر من ذلك بكثير، لكن الفوز الذي حققه، لاحظ أستاذ إياد الفترة الأخيرة التي تسلم فيها سامر بستلي المدرب واستفاد تحسن واستفاد من فترة التوقف الدولي. صحيح. إذن عند العودة استطاع أن يفوز على الجزيرة في دمشق، واستطاع أن يتعادل مع الجيش، واستطاع أن يتعادل مع الساحل في طرطوس، يعني حصد 5 نقاط مهمة، بينما في المراحل العشر الأولى كان فريق جبلة قد اكتفى ب4 نقاط فقط ومن 4 تعادلات يعني من دون أن يحقق أي فوز. إذن لكن ومع ذلك جبلة حتى الآن في مرحلة الذهاب كلها حقق فوزا واحدا، لكن اعتقد انه بدأ يتلمس طريق البقاء. يعني حاول فريق الساحل انه يكون في صدمه ايجابيه بهالمباراه على ملعبه امام جمهوره بعد خسارته امام الطليعه. اكيد دون ادنى شك، لان تماما هو خسر امام الطليعه في حمام. فريق الساحل استاذ اياد يعني خلينا نقول افضل فتراته هذا الموسم الفترة التي كان فيها عساف خليفة هو المدرب، يعني أعتقد الفريق استطاع الفوز على الاتحاد واستطاع أن يعادل الجيش في العاصمة، يعني هذه كانت من أفضل النتائج التي حققها مع المدرب عساف خليفة. لكن ما نشاهده من تقارب في سلم الترتيب ما بين الساحل والفتوة وجبلة والجزيرة، أعتقد أن الهابطين من هذه الفرق الأربعة حكما، لذلك قلنا ان المباراه هي مباراه نقاط، واي مباراه لها الفرق صار لها حساباتها تماماً الخاصه. جبله لقاء الرد سيكون في جبله في مراحل متاخره، ومع هذه النقله النوعيه لفريق جبله والتطور الملحوظ خلينا نقول يعني اعتقد ان حظوظ جبله بالبقاء اكثر من غيره من هذه على الفرق. كل بعد في هناك مرحله كامله، مرحله 13 مباراه كابتن جوده، يتبدل فيها الحال كثيرا اكيد، يعني خاصه في مرحله الاياب وفتره التوقف حتى 22 الشهر الجاري. حالات التحكيميه بالمباراه كابتن جودات. الحالات عنا حالتين بس بالضبط. نحن لازم نوضحهم، يلي هي حالة هدف جبلة يلي اعترضوا عليها لاعبي الساحل، بنشوف انه هون الكرة اصطدمت بأعلى الساق منطقة الفخذ من لاعب جبلة، حتى ترويض بتحس أيوة. نزلها مثل ما بنقول نحن باللغة العامية ترويض. نزلها قدامه وسجل فيها هدف، بنشوف هون طبعا. يعني وين اصطدمت الكرة؟ اصطدمت الكرة بأعلى الساق منطقة الفخذ. في لاعبين من لاعبين الساحل اعترضوا للحكم انه في لمس، بنشوف اللاعب هون القريب للشاشة لنا عم يرفع ذراعه بالاعتراض، لكن باللقطة ولكن باللقطة وبالإعادة القرار في الحكم بمتابعة اللاعب طبعا، لأنه الحالة صحيحة 100% حيكون إلى وقعة الكبير. هلا الحالة الثانية هون في زحلقة بتهور الحكم، طبعا هي تحت أنظار الحكم، الحكم أخذ القرار الفني الصحيح ولكن ينقصه القرار الإداري. كان المفروض الحكم ينذر لاعب الساحل يشهر له البطاقة الصفراء لأنه نزل بطريقة الزحلقة بتهور على قدم و اذا كان يجب عليه يتبعه بقرار اداري ايضا، قرار اداري اللي هو صفراء، نعم البطاقه الصفراء طبعا. كان المفروض ينزله. اذا هذه حالات مباراه طرطوس الساحل وجبله. ننتقل الى حمام، مباراه الطليعه والشرطه، وهذا يعني الفوره الشرطوي خلينا نسميها، فوزين متتاليين 6 نقاط مع تالق واضح للاعبي المنتخب الاولمبي البري والكواري. استاذ اياد فريق الشرطه للامانه يعني هو صحيح حاليا في المركز السابع و18 نقطه، لكن فريق الشرطه للامانه يستحق مركزا افضل من ذلك بكثير، استنادا للكره الهجوميه التي قدمها، الكره غير المالوفه عن فريق الشرطه، وهذا يحسب للمدرب باسم ملاح. طبعا في كثير من مباريات الشرطه خسر لم يكن يستحق الخساره، كمباراه الاتحاد في العاصمه، كمباراه الجيش، كمباراه تشرين، يعني مباراه الجيش في الوقت الذي كان فيه الشرطه يمني النفس بتسجيل الهدف الثاني اثر ضغط متواصل، جاء هدف فريق الجيش لورد السلام عكس المجريات. امام فريق تشرين اضاع كامل كواي ركله جزاء عندما كانت النتيجه 1-1، كان ممكن ان تغير كثير المعايير. في مباراه الاتحاد الكره عبست بوجه الشرطه كثيرا في تلك المباراه، لكن في هذه المباراه امانه على ما اعتقد انا شاهدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك هدفا صحيحا لفريق الطليعه لم يحتسب،
بداعي التسلل بصراحه غير موجود، ما بعرف اذا اللقطه متوفره عند الكابتن. هدف محمد البري يعني هذا اللاعب عم يعوض اخفاقه، يعوض شفت الكره الاخطر كانت الطليعه ارتدت من القائم الايسر، يعوض اخفاقه في مباراه النواعير. اللاعب لم يكن موفقا في مباراه النواعير قبل 8 ايام في حماه عندما خسر الشرطه بهدفين، لكن في هذه المباراه هو لنقل رد الدين للمدرب باسم ملاح الذي ظل واضعا ثقته به وسجل بطريقه جميله هدفا متاخرا على كل حال. يعني هدف في الدقيقه 79 يعني كان صعبا على النواعير ان يدرك التعادل، لان عفوا على فريق الطليعه، كان صعبا على فريق الطليعه ان يدرك التعادل لان فريق الشرطه قاده في الخلف في هذه المباراه. الخبره خالد عقله لاعب مهم جدا في مثل هذه الظروف وهذه الدقائق المتبقيه. يعني فوزين متتاليين، نشوه واضحه تماما لفريق الشرطه، بالمقابل فريق الطليعه اللي كان فاز على الساحل بالمباراه الماضيه كان يسعى هو الاخر ايضا ان يكمل نتائجه الإيجابية. إذا فريق هو الفوز على الوثبة كان الفوز المبهر صراحة، لأن فريق الوثبة كان ينظر إلى تلك المباراة على أنها سبيل للحاق بفريق ولاحظ ما عم يتلقى أهداف، يعني آخر مباراتين عم يسجل لكن ما عم يتسجل. هذا شيء يعني على ما أعتقد مباراة النواعير في حماة التي خسرها بهدفين غاب عنها خالد عقلة في آخر مباراتين عاد الخبرة، لكن فريق الشرطة بحاجة بصراحة تعاقد نوعي مع لاعب ليكون خير خلف لي. إذا فريق شرطة في المركز السابع برصيد 18 نقطة، والطليعة بهذه الخسارة يتجمد رصيد 14 نقطة في المركز العاشر. حالات المباراة التحكيمية كابتن جولات كمان بهي المباراة في حالتين، يلي هي بنشوف هلا الحالة الأولى يلي حكى عليها الأستاذ محمود يلي هي حالة الهدف الطليعة الملغى، وطبعا القرار كان غير صحيح من حكم المساعد الثاني بإلغاء الهدف بداعي التسلل. بنشوف هون لحظة لعب الكرة كيف اللاعب انطلق من خلف المدافعين، كان في لاعب بوسط الملعب من لاعبين الشرطة كان أقرب إلى خط مرمى هو يلي كاسر مسيرة التسلل. صحيح في كان لاعب من لاعبي الطليعة بموقف تسلل، ولكن كان بعيد جدا عن منطقة اللعب الفعال. خلينا نحلل لاحظ كابتن جودتي وقفة الحكم غير سليمة. موقف الحكم موقف الحكم أنا كنت بدي كمل موقف الحكم غير صحيح، لذلك أخذ القرار لذلك أخذ القرار الغير صحيح. بنشوف نحن لحظة لعب الكرة كيف اللاعب انطلق من الخلف من خلف المدافعين وسيطر على الكرة وسجل منها هدف. طبعا القرار خاطئ 100% بإلغاء الهدف. طبعا المفروض كان الحكم يكون أكثر تركيز يصلح مكان وقوفه. إذا الموقف الخاطئ أدى إلى قرار خاطئ تماما 100%. مسكين اللاعب يعني سجل هدف على طريقة محمود المواس بمرمى الصين. هذا جملة تكتيكية جملة تكتيكية تماما صحيح. كان في لاعب بموقف تسلل ولكن كان بعيد عن منطقة اللعب الفعال. هلا بنشوف هون في عدم احتساب خطأ لمدافع الشرطة، يعني كان ممكن يعمل مشكلة لو تسجل منه هدف، لأنه في صار في عرقلة وضرب من لاعب الطليعة هو بالأرض. إذا بنلاحظ لاعب الطليعة هو على الأرض ملقى على الأرض حاول يعرق ويضرب مدافع الشرطة، يعني هون كان في خطأ كان في خطأ لازم، واللاعب سدد ارتدت الكرة لو دخلت هدف كانت مشكلة كانت تعملنا مشكلة تشبه من حيث المبدأ يعني ما جرى في لعبة الوحدة والفتوة بمبدأ تماماً. أنه كان في خطأ على أساس الحكم التماس عالم أنت كنت مراقب تماما هذيك يعني هون الخطأ مباشر تمام مباشر تمام يعني مع استمرارية اللعب، ولكن هنيك لا وجود للخطأ نهائيا. الخطأ كان بعيد استلد كان بعيد كل البعد عن الحالة، لأنه مجرد أستاذ إياد إذا الحكم لم يحتسب الخطأ وقام باستئناف اللعب فإذا انتهى الخطأ طبعا. مرحلة الخطأ أنه الرجوع إلى الخطأ انتهت بما أنه استأنف اللعب، يعني هو الرجوع الخطأ مو فضيلة معناتها ما بعد استئناف اللعب ما في الرجوع عن الخطا. طيب يعني حالتين مؤثرات في مباراه حماه دون الدش، يعني لاحظ حال الغاء هدف وكان ممكن يسجل ايضا هدف. يكون هدف فريق الشرطه بالنهايه القرار التحكيمي، يعني طبعا انا شرطاوي طبعا تعرف استاذ اياد، لكن القرار اثر على نتيجه المباراه بصراحه. طبعا القرار اثر على نتيجه المباراه، يعني فريق الشرطه في هذه المباراة لنقول استفاد من الخطأ التحكيمي استفاد. مباراة الجزيرة والاتحاد نقول مفاجأة طبعا، ليس تقليلا أكيد يعني فريق الجزيرة تاريخ كبير حضور كبير، لكن احنا أنا عم نحكي
على هذا الموسم، وبالتالي عندما بنقول انه مفاجأة انه فريق الجزيرة قبل هذه المباراة عنده نقطتين، عطفا على الظروف لم يفوز في اي مباراة، وبالتالي كل هذه يعني ما بدنا نبرر، بس فيها نوصف احيانا بيصير في صحيح عتب انه يا صحيح اخي الجزيرة تاريخه وقدم نحترم المنتخبات تاريخ الوطنية. الجزيرة أساسيا، اكيد اكيد وفريق الجزيرة تمام لم يفز على الاتحاد للمرة الأولى، سبق له أن فاز عام 69 موسم 62 عندما كان الاتحاد يدافع عن اللقب مع كتيبة من اللاعبين المشهود له، لكن فريق الجزيرة وقتها أيضا كان يضم لاعبين على درجة كبيرة من الأهمية كالثنائي الهجومي زوزو عارف سيف عارف و افرام جورج، وكان معه النبيل نانو، يعني كان في لعيبه لكن حاليا بصراحه هذا السؤال هذا الموسم الوضع يختلف. تمام. حاليا استاذ زياد، حاليا الأمر. استاذ زياد فريق الجزيره الظروف تعانده، صحيح خارج ملعب الظروف تعانده، جمهوره قله الامكانيات تزعجه، صحيح التعاقد مع اللاعبين البارزين يفوته، اللعب بعيدا عن ارضه وجمهوره يؤرقه، ومع ذلك كل هذه الظروف فريق يعني الجزيره سجع اضباط، لا ما بعرف هلا عم يطلع معي والله ما بعرف ما شاء الله عليك والله استاذ زياد والله ما في تحضير، بس احيانا بيطلع الحكي الا ما شفتها صحفي خريج اللغه العربيه استاذ زياد انا غير صحفي خريج لغه عربيه معروف فلذلك استاذ زياد فريق الجزيره يعني يستحق الاحترام على ما يقوم به هذا الموسم، رغم كل هذه الظروف اللي تكلمنا عنها لكنه يعني لا يكون لقمه سائغه يعني، وهذا رح نحكي عنه فنيا مرتبط ايضا بنتائجه الاخيره، بنشوف انه هذا الفريق فعلا بالمباريات الاخيره كابتن محمود عم يخسر بصعوبه، اذا بدا يشعر فعلا هو بخطوره وضعه وعم يحاول يستفيد من نقاط كل مباراه، وفوزه كبير كان مهم جدا بالتاكيد وسبب صدمة لأنصار فريق الاتحاد، إذا الفوز كان بهدفه بتوقيع سليمان الشوري أيضا كان سجل في المرحلة الفائتة. أستاذ إياد طبعا المباراة آخر مباراتين الجزيرة سجلهم، المباراة على كل حال حملت الرقم 39 في تاريخ مواجهات الفريقين طبعا. يعني سواء بمسمى اسم تحت مسمى الحسكة أو الجزيري أه. فاز الاتحاد 22 مباراة مقابل 11 تعادلا، وفوز الجزيري هذا هو الفوز السادس في تاريخ مواجهات الفريقين طبعا. والهدف الذي سجله الجزيري رقمه 25 في المواجهات المباشرة بين الناديين مقابل 66 هدفا شوف يعني الهدف إجا بالشوط الأول لفريق الاتحاد، يعني انه بتقدر انت بتسجل على الاتحاد وبتحافظ ما بيقدر فريق الاتحاد يرجع، اذا ادى مباراه كبيره فعلا فريق الجزيره في الدفاع عن الهدف، يعني امن بحظه ودافع عن هذا الهدف، وبطبيعه الحال يعني فريق الاتحاد لا يمر باحسن حالاته، خلينا نقول استاذ اياد يعني لم يكن الوضع لفريق الاتحاد على كل حال استاذ زياد، انا بعرف الهدف دي الشوط الثاني على كل حال دي 54 طيب يعني في بدايه الشوط تمام يعني كان عنده فرصه يعني كافيه يعني لفريق الاتحاد تماما، يعني انت عندك فتره كافيه طبعاً. انت تمتلك 36 دقيقة لم تستطع أن تبلغ المرام ببلوغ التعادل يعني وليس الفوز حتى، فريق صحيح. الاتحاد في هذه المباراة أعتقد جازما بأنه سلم مفاتيح اللقب لغيره مع الاحترام للقلعة الحمراء، فريق الاتحاد من الأندية العملاقة في تاريخ كرة القدم السورية، هو النادي الوحيد الذي لم تغب شمسه عن بطولة الدوري، لكن حاليا الفارق بين فريق الاتحاد وفريق تشرين 8 نقاط، المباراة بينهما في حلب يعني بعد تقديرنا رؤية لك أكيد يعني، ولكن أنا بعد أستاذ إياد الفريق الذي مع الاحترام لفريق الاتحاد أنا بصراحة تاريخيا أعشق الكرة، ما في حد إلا بيحب فريق الاتحاد لأنه مدرسي، لكن صح. أنت تخسر أمام الساحل وتخسر أمام الجزيرة، أعتقد أن هذه النقاط هي نقاط اللقب، يعني ليس شرطا يعني يضيع نقاط تماما، بس هي يعني ليس شرطا لحتى دون أدنى شك أستاذ يعني. ليس شرطا الله. ليس شرطا تمام. أن تكون المواجهات المباشرة بين الأندية الكبيرة هي المفتاح لتحقيق صح. الفوز، لا صح. الأكيد المفتاح هو أن تحقق النتائج ذهابا وإيابا من فرق النصف الأدنى يعني من الجدول، حتى الاتحاد آخر مباراتين ما سجل، يعني مباراة على ملعبه كانت أمام تشرين ما قدر، بعد أن حقق فوزا مشهودا على الجيش في العاصمة صحيح. يفوز بثلاث صحيح. أهداف مقابل هدفين في صحيح. دمشق، يعني فريق الاتحاد على فكرة يعني طوال سنوات الأزمة أستاذ إياد لم يسجل أي فريق ثلاثة أهداف في مرمى الجيش من خارج العاصمة إلى الاتحاد، فريق الشرطة كان في تعادل 3-3 لكن فريق شرطة فريق العاصمة، يعني على مدار على ما أعتقد من 2007-2008 فقط يعني فقط الاتحاد سجل ثلاث أهداف على زعيم الكرة السورية تمام. في العاصمة تمام. حكينا عن فريق الجزيرة أنه عم يخسر حتى يعني خساراته الصعب، شفنا في المرحلة الماضية أمام حطين بهدفين لهدف، قبله عم يخسر كان أمام جبلة بهدف، الآن يفوز بهدف، يعني
الفريق إذا بدنا ناخذ أيضا يعني شيء ينسجم مع مبارياته الأخيرة، يلعب بكفاح بقوة كبيرة بشكل واضح طبعا، يعني. حتى على ما اعتقد في الدوري يعني اذكر انه خسر امام النواعير في وقت تمام متاخر، لم تخني الذاكره، يعني فريق خسر امام الشرطه صحيح وتلقى هدفين، لكن تلقى هدفين في الشوط الثاني بعدما عانى الشرطه كثيرا في تلك تمام المباراه. يعني الجزيره لا يسلم النقاط لاي فريق، وهو يلعب بروح يعني عالية. هاي حلاوة الدوري كابتن جودة، اللي عم نشوف نحن هذا التنافس الكبير بفرق الصدارة، الفرق أيضا اللي بآخر اللائحة اللي تنافس من نوع آخر، يعني حتى الفرق اللي بنسميها نحن بالمنطقة الدافئة ليست تماما مرتاحة. يعني إذا بنشوف نحن على الصعيد النظري، وإنه كل فريق بعد عنده يعني مباريات مرحلة كاملة في الإياف، ممكن يتبدل الحال. يعني الاطمئنان أيضا لفرق الوسط ليس تماما مرتاحة، هذا بيعطي شكل كبير طبعا للتنافس بالدوري. بيعطي حلاوه، تمام، بيعطي حلاوه للدوري. بس انا بدي اعقب بس كلمتين على نادي الجزيره. يمكن نادي الجزيره هلا ما عنده شيء يخسره، فعم ينزل بقوه، عم ينزل مرتاح اكثر، يعني ما عم يكون في ما عليه ضغوط. اوكي ما عليه ضغوط، لكن بعد هذا الفوز هلا بنشوف نحن الجزيره في مركز اخير 5 نقاط، جبله 9 نقاط، الفتوه والساحل 10 نقاط، يعني المسافه ليست بعيده تماما. هذا المسافه ليست بعيده، ما بعيد، وبالتالي الان ممكن يشتغل بطريقه اكثر فعلا في مرحله الاياب، وحلم البقاء بالدرجه وانا شاهدته في الموسم بعيد. الفائت في مباراه التاهل هاي امام فكرة. فريق الحريه آه. تاهل عن جداره واستحقاق في تلك المباراه، صحيح. المباراه الفاصله تمام. يعني كان على قدر المسؤوليه، لكن نحن لم نقل فوز كان مهم ايضا في لم نقل ان فريق الجزيره لكن فريق الجزيره وجبله والفتوة والساحل هذه الانديه التي ستتنازع على الهبوط حكما هذه الانديه الاربعه. طيب تمام، ولكن هدنك الانديه انا بتصور عندهم اسماء ممكن هي تسعى على كل عندنا مرحله كامله بالاياب. حالات مباراه كابتن جوده عندنا 3 حالات بهي المباراه، بنشوف الحاله الاولى اللي هي حاله التسلل على مهاجم الاتحاد، كان المفروض الحكم المساعد عفوا حكم الساحه ينظر للحكم المساعد قبل وقت التسديد مشان ما يلغوا الهدف ويقولوا طبيعي ما جت الهدف تماما، لانه بدهم يقولوا انه الحكم خلينا نشوف نحن لحظه لعب الكره، نحن بنشوف لحظه لعب الكره كيف اللاعب كان خلف المدافعين تقريبا، لانه نحن انا يعني حاولت اني احكي مع الاستاذ قاسم بحيث انه نقرب ونبعد لحتى بهاللقطه غير ظاهر، بهاللقطه غير ظاهر، ولكن يعني المنطق بنشوف نحن حكم وقوف الحكم المساعد على خط المدافعين على خط واحد مع المدافعين دليل على انه مكانه صحيح وقراره حيكون بالتالي صحيح. مهاجم الاتحاد من البدايه كان عم يحاول يكون خلف طيب نتابع، يعني هو هون كان يجب احتساب تسلل بهذه تماماً اللقطه تماما. نحن بنشوف اذا بدنا نحسب الزمن ما بين الكرة لحظة خروج الكرة من قدم اللاعب الزميل بنادي الاتحاد للحظة وصوله أو هي بالجو بيبين معنا، نقدر نتعرف على أنه القرار كان صحيح من الحكم المساعد، كان المفروض حكم الساحة ينظر له أكثر من نظرة في تفاهم مع الحكم المساعد وإعلان عن التسلل قبل لحظة الجو، كان المفروض قبل مشان ما يقولوا أنه لغانا جول بالتسلل، جول طبعا. صحيح طبعا اللعيبه وخماسة. حتى لاعبي الاتحاد لاحظ يعني انضباط، تقبلوا القرار، يعني ما ليس هناك اي اعتراض، اي اعتراض بنشوف هون، ربما تكون الحاله مو واضحه بصراحه، لا غير واضحه فعلا. القرار صحيح طبعا من حكم الساحه باحتساب خطا، ولكن لا داعي لاشهار البطاقه لانه هو خطا بمنتصف الملعب، لا يوجد هجمه واعده، كان باتجاه خط التماس الثاني، صح في عرقلة، صح في دفع، عرقلة ودفع، ولكن هي تندرج تحت بند الإهمال فقط، لا تحتاج للإنذار. يعني الحكم كان مبالغ جدا بالقرار، اتبع بقرار إداري نعم، وأشهر أشهر البطاقة الصفراء. الحالة الثالثة يلي هي حالة التمثيل اللي قام بها لاعب مهاجم الاتحاد، لاعب الاتحاد يلي هي تمثيل مخالفة للحصول على ركلة حرة، طبعا الحكم مباشرة أعلن عن ركلة حرة غير مباشرة وقام بإنذار مهاجم الاتحاد للتحايل أو للتمثيل.
إذا الاتحاد بعد الخسارة يتجمد رصيده في المركز الخامس ب 22 نقطة، والجزيرة بالفوز الأول له في هذا الدوري في المركز الأخير برصيد 5 نقاط إلى مباراة حامل اللقب والفتوة. الجيش يفوز بهدف بعد أن تعادل مع جبلة في المرحلة الفائتة. أيضا الفتوة كان تعادل سواء مع يعني الوحدة. تماما طبعا للمباراة طريقة الفائتة. لعب الفتوة أمام الوحدة كررها أمام الجيش، الدفاع والاعتماد على الهجمة المرتدة، لكن رأفت محمد كان حذر من الهجمات المرتدة لفريق فتوة التي لا كانت نادرة جدا، يعني لم تكن هناك هجمات تستحق فعلا أن يسجل فيها فريق الفتوة. فريق الفتوة يعني أمام الوحدة شاهدته، يعني لم يحاول أن يلعب كرة قدم صراحة، يعني دفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، ليس هذه كرة الفتوة تاريخيا. يعني أين اللاعبون الذين قدموا نموذجا للكرة الهجومية أواخر الثمانينيات وأول التسعينيات؟ عندما نتكلم عن أحمد عسكر، عن محمود حبش، عن هشام خلف، نزار ياسين، أنور عبد القادر، حسام موسى، تلك الأسماء كانت تلعب كرة هجومية، لكن هذه الأسماء حتى في العصر الحديث إذا بنتكلم بأوائل الألفية الثالثة، يعني في عندنا كان عدي جفال وعمر السومة والعبادي. هدف المباراة الواحد وقف عنده الواكي الهداف طبعا محمد الواكي ومتصدر الأهداف ب10 أهداف، ب11 هدف الأستاذ، 11 هدف 11 هدف 11 محمد الواكد. على كل حال، وهذا الهدف هو الرقم 77 في الدوري الممتاز لمحمد الواكد. نتكلم عن مجموع اهدافه مع فرق المجد والشرطه والجيش، تمام. هو وصل الى الهدف 77، طبعا كما نعلم يعني خلال الموسم الفائت وهذا الموسم فقط وصل الى 40 هدفا، في الموسم الفائت سجل 29 هدفا كرقم قياسي عبر تاريخ الدوري السوري، اذا هذا اللاعب من اللاعبين الذين مكتوب على جبهتهم هداف، يعني مثل ما يقولوا بالعاميه، لاعب يسجل، لكن ركله جزاء يعني ليست بذات الحلول السحريه، يعني خلينا نقول للمهاجم، لكن محمد الواكد يسجل اهدافا بطرق مختلفه بصراحه، استغل ركله الجزاء، حصل فريق الجيش على النقاط المطلوبه بعد عثرتين متتاليتين، صحيح. يخسر امام الاتحاد في العاصمه، يتعادل وتعادل مع مع جبله، يعني جبلة. رغم البدايه التي تكاد تكون للنسيان لفريق الجيش هذا الموسم عندما تعرض، ما كان الواكد يلعب، يعني كان غائب الواكد، هو أيضا. تماما وتعرض عوده الواكد فعلا فرق الفريق، يعني تماما هو كان عنده طرد على ما اعتقد في بدايه الدوري. على كل حال، فريق الجيش يعني رغم كل الظروف، رغم انه مر بمرحله ذهاب ليست مثاليه، يعني يبتعد ب7 نقاط عن المتصدر، ربما مرحله التجديد ساهمت بذلك، هو اعتقد ان المسافه نوعا ما ليس من السهل ترميمها، وخاصة أن لقاء الرد مع تشرين سيكون في اللاذقية، يعني أعتقد أن ظروف فريق الجيش سيبقى منافسا شرسا على اللقب، يعني أعتقد أنه هذا الموسم كوجهة نظر شخصية كمتابع سيركز على مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي أكثر من بطولة الدوري حاليا، ولو أن يعني مثل ما تفضلت، يعني احنا قلنا الاتحاد 22 نقطة، السباق ما زال في الملعب، صحيح. فريق الجيش ينظر إلى هذا الأمر أيضا، السباق ما زال في الملعب، لكن اعتقد فارق 7 نقاط نوعا ما في دورينا كبير نوعا ما. الجيش في المركز الرابع ب 23 نقطة، والفتوة في المركز الثاني عشر نفس العدد من النقاط مع الساحل ب10 نقاط، لكن فارق الأهداف لمصلحة فريق الساحل. حالات المباراة كابتن جودات، عندنا 4 حالات بهي المباراة بنشوف بنتابعون. إذن 4 حالات في مباراة الجيش والفتوة انتهت إلى فوز بهدف من خلال ركلة جزاء. بنشوف هون الحكم قام باحتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار لاعب أو مدافع الفتوة الذي قام بعملية الدفع بتهور على مهاجم الجيش، طبعا لأنه كان في عفوا كان أمام لاعب الجيش هجمة واعدة ممكن كانت تشكل خطورة على مرمى الفتوة. الحكم مباشرة طبعا احتسب خطأ وقام بإشهار البطاقة الصفراء بسبب قطع هجمة واعدة. هلأ بنشوف هون في إتاحة فرصة جيدة، إتاحة الفرصة من الحكم حلوة، وكمان بنفس الوقت المطالبة بركلة جزاء لمهاجم الجيش. طبعا استمرارية اللعب كان قرار صحيح من الحكم، لأنه كان المسك كان عكسي، بالعكس كان مهاجم الجيش هو اللي ماسك مدافع الفتوة، فأمر الحكم بمتابعة اللعب وكان قراره صحيح. طبعا هي إتاحة الفرصة، وهلا بنشوف هون بنشوف انه لاعب في مسك في تنافس، ولكن لاعب الجيش هو اللي كان ماسك اكثر من لاعب الفتوة. طبعا لاعب الفتوة مدافع الفتوة عم يحاول يقطع الكرة بقدمه،
استناد او ميلان لاعب مهاجم الجيش على لاعب الفتوه خلاه انه يسقط على الارض. بنشوف طريقه وقوف اللاعب الجيش كانت بطريقه مائله الى الخلف. هلا بنشوف هون في سقوط، طبعا سقوط طبيعي، لا يوجد ركله جزاء، لانه لاعب الجيش مدافع الجيش طبعا اختل توازنه، سقط على الارض. ممكن الاندفاع الزايد تبعه خلى يصير هالشيء هذا، لانه كان في عمليه اذا بنلاحظ ميلان من لاعب الجيش على مهاجم من الفتوه. نعم. فلما ترك له المجال لاعب الفتوه سقط، بالتالي كان في سقوط لمهاجم الفتوه. طبعا لا يوجد خطا هون ولا يوجد عرقله، والقرار كان صحيح بمتابعه اللعب. هلا خلينا نروح للحاله الاخيره، اللي حاله هي حاله احتساب ركله الجزاء. نعم. لنادي الجيش بنشوف نحن هون انه ذراع اللاعب كانت استخدم لاعب الفتوه او مدافع الفتوه استخدم ذراعه لحجب الكره او لعب الكره. بنشوف الحكم زاويه الرؤيه تبعه واضحه، بنشوف كيف اللاعب كان قام بالالتفاف ورفع الذراع. طبعا الحاله تستوجب ركله حره مباشره، وكون الخطا داخل منطقه الجزاء فكان موقف الحكم هون عم نشوف ركله جزاء مثالي ساعده على التقاط طبعا هذه. والقرار الاداري كان قرار كثير صحيح بانذار لاعب الفتوه. نعم. اذا هذه حاله مباراه الجيش والفتوه الى مباراه الوصف. هي المباراه كان استاذ زياد رقم 35 على كل حال تاريخيا بين فريق الفتوه والجيش. الفوز 24 للجيش، 6 تعادلات و5 هزائم، 64 هدفا مقابل 27. لان عم نعطي كل مباراه حصيل فرق طبيعي. المباراه تمام. الوصف بوحدين مباراه انتهت الى التعادل الايجابي. ايضا الوصف هو ممثل اخر للكره السوريه في مسابقه كاس الاتحاد الاسيوي. حقيقه العروض الاخيره والنتائج الاخيره ما كانت مشجعه ابدا لانصار ابدا فريق. ابدا يعني تخس امام الشرطه وتاتي بملعبك ولا تفلح في الوصول الى الفوز، وقبلها امام الطليعه في حمص لا تحقق الفوز. يعني حتى الفريق تعادل سلبي، يعني في ثلاث مباريات هدف. اكتفى بتسجيل هدف واحد عن طريق ماهر دعبول، هو هدف تماما مباراة. هذا يؤكد ان فريق الوثب بدات خطواته تتثاقل نوعا ما. نحن متفائلون كجماهير متابعين للدوري بان تعود ذكريات موسم 81-82 عندما تنافست شريم والوثب على بطوله الدوري. حاليا الوثب عنده الفرصه، اذا فقد صداره الذهاب هو حتى الجوله الاخيره استاذ اياد كان يمتلك الامكانيات والفرصه لاعتلاء الصداره، لكن نزيف النقاط كلفه ذلك، وبامكانه الارتقاء للوصافه في حال الفوز في المباراه المؤجله على فريق الكرامه. يعني بعد ان تقدم حطين بهدف عدي جفال بدايه 23، ماهر دعبول بدايه 63 سجل. وصف هدف الجفال طبعا غير مصور، يعني وصف بانه اجمل اهداف في الدوري السوري. عدي جفال من اللاعبين المتميزين، وشاهدناه يعني هذا اللاعب يعني لاعب دولي بحق. يعني الهدف كنت اتمنى بصراحه ان اشاهد هذا الهدف، اكيد المباراه مصوره بكاميرا حسب ما وصف لنا يعني. لكن هذا الهدف يعني هدف خطا ساذج اعتقد، يعني هذا الهدف يعني هديه خلينا نقول. كلفت فريق حطين نقطتين مهمتين في سعيه لاستعاده البريق مع المدرب الجديد زياد شعبو. زياد شعبو طبعا الفريق وجد نفسه فاز على الجزيره في المرحله الماضيه، فوز على الجزيره طبعا، وها هو طبعا فريق يعود للتعادل من حمص. كما نعلم يعني الفريق الحطين قبل الدوري شيء ومع نهاية الذهاب شيء. قبل الدوري سبقته سمعة كبيرة بأنه قادم بقوة للفوز ببطولة الدوري، لكن مع نهاية مرحلة الذهاب وجد نفسه يتأخر بفارق 9 نقاط كاملة عن جاره تشرين. هذا الفارق كبير جدا، فارق مروع، وشاهدنا في كثير من المباريات بأن فريق حطين يعني لم يتطابق حساب الحقل مع حساب البيدر كما يقال. يعني كان بالإمكان أفضل مما كان بصراحة. فريق حطين في المركز السادس ب 21 نقطة، والوثبة بمركز الثالث ب 24. ثالث مؤقت. مؤقت طبعا، عنده مباراة مؤجلة مع الكرامة طبعا بالتوفيق في مشاركته الآسيوية، وأتم تجربة جديدة مع لاعبين نيجيريين
أعتقد سيتبدل الحال على صعيد المشاركة الآسيوية. لكن هو بدأ صحيح مشاركة الأولى، لكن أيضا يعني أنك ترمم صفوفك بنوعية صحيح لاعبين صحيح مهم. صحيح طبعا. هاي كانت العلامة الفارقة بالسنوات الأخيرة اللي فرقنا عم تشارك برا بكأس الاتحاد بالنسبة لموضوع المحترفين. طبعا يعني اعتقد اخر فتره كان في محترفين لم تخني ذاكرة مشاركه فريق الشرطه على ما اعتقد، كان في عنده اكثر من لاعب. لكن استاذ اياد يعني فريق الوثبه بدأ الحكي يعني وراء الكواليس بان هناك الاهتمام الكبير بكره السله والسفر الى دبي للمشاركه بدوري دبي ربما، وقدم عروض كبيره تمام وعمل انجاز حقيقي، لذلك انه بدأ القيل وقال بان فريق نادي الوثبه لا يتحمل لعبتين جماعيتين. يعني هذا الشيء بده الاداره تثبت عكس ذلك في المراحل القادمه، لان تراجع فريق كره القدم توازى او تزامن مع نجاح فريق الوثبة وتألقه في دورة دبي. حالات مباراة تحكيمية كابتن جودة بهي بهي المباراة ما يعني ما في غير حالتين تعتبر من المباريات النظيفة لعبا وتحكيما. تمام الحمد لله. يعني ما كان فيها اخطاء تحكيمية، ما كان فيها اخطاء مؤثرة تماما. بنشوف نحن الحالة الاولى اللي هي دفع بامتداد الذراع من مدافع حطين على مهاجم الوثبة، طبعا القرار صحيح كان متزامن قرار حكم الساحة مع حكم المساعد الأول، وطبعا يشكروا عليه الحكمين. طبعا هون في هاي الحالة هاي طبعا بدايتها ما كان في تسلل وبنهايتها ما كان في ركلة جزاء. نعم تمام. بنشوف لحظة لعب الكرة كان في يعني نحن بدنا مثل ما بيقولوا نحن خلينا نقرا الهجمه، قراءه الهجمه بتقول انه اللاعب جاي من الخلف ليستلم الكره. طبعا القرار صحيح من الحكم المساعد بمتابعه اللعب وعدم احتساب تسلل، وبنفس الوقت قرار صحيح من الحكم الساحه بعدم احتساب ركله جزاء لان الكره كانت خرجت من قدم اللاعب باتجاه يعني باتجاه خط المرمى بغض النظر ان كان داخل ولا خارج، ولكن بالنهايه انه اذا قرار صار سليم كان قرار صح سليم من الحكم. اذا كان في عرقله كانت بعد نهايه الحدث بعد نهايه الكره. تمام. بلغه الارقام في لا والله استاذ اياد هي المباراه ما لحقت تجيب الارقام التاريخيه بصراحه. هي المباراه الوحيده سالتك. بقول لك استاذ اياد انه الوقت ادركنا، فاليوم صباحا استدركت لمباراه الجزيره والاتحاد. نعم. اهميه مباراه الجزيره والاتحاد بصراحه لانه الفوز السادس كان يعني يحفز على تماما كان في بحث صحيح. الوقت يعني بصراحه انت امبارح خبرتني مباراه الوحده والنواعير انتهت الى فوز فريق الوحده بهدف، وبالتالي فريق الوحده في المركز الثاني وقلص الفارق الى 5 نقاط مع فريق تشرين، بينما فريق النواعير في المركز الثامن برصيد 16 نقطه. الوحده اكثر فريق في دورينا حقق الفوز على النواعير استاذ اياد، تصور في 24 مواجهه جمعت الفريقين طبعا جمعوها في دوري المحترفين، لان اللقاء الاول بينهما كان في موسم 2005 2006 الموسم الذي تاهل فيه النواعير الى دوري الكبار. طبعا فوز الوحده في هذه المباراه حمل الرقم 19 مقابل تعادلين وثلاث هزائم فقط، يعني تصور حصيلة يعني تؤكد بالتفوق التاريخي لفريق الوحدة، تفوق يعني شبه كاسح يعني 19 مقابل تعادلين وثلاث هزائم. والأهداف الهدف الذي سجله طبعا لاعب الوحدة بلحوس هو الهدف 50 لفريق الوحدة بمرمى النواعير مقابل 14 هدفا. طبعا فريق الوحدة كان بحاجة ماسة إلى نقاط هذه المباراة عقب إهدار نقطتين أمام الفتوة في أمام الفتوة، ولو أن النقطتين يسألهما طاقم التحكيم كما تكلمنا. فريق الوحدة كان لابد من تحقيق الفوز وحقق الفوز وانتقل إلى الوصافة مؤقتا، وصل إلى النقطة 25. فريق الوحدة بدأ الدوري بقوة إذا بتتذكر أستاذ زياد من خلال الفوز على فريق الجيش، لكن كان عنده العديد من العثرات غير المتوقعة بصراحة. لذلك فريق الوحدة يعني كان عنده في هذا الموسم يعني أهدر 8 نقاط نتيجة 4 تعادلات وأهدر 6 نقاط نتيجة خسارتين، يعني أهدر الكثير من النقاط صراحة فريق الوحدة. 14 نقطة يعني كان ممكن أن تكون النقاط المضاعة أقل من ذلك بكثير، وكان ممكن أن يكون الوحدة 12 نقطة عفوا هو أهدر 14 نقطة عفوا كان ممكن لفريق الوحدة أن يكون بمركز أفضل من ذلك بصراحة. يعني بالنسبة لفريق النواعير اللي أيضا قدم موسم حتى الآن فعلا من المواسم الجيدة، هو فريق يعني النواعير المراحل الجيدة مع فراس معسعي صحيح مع
مع المدرب فراس حتى العساس. قبل المباراة شفنا التعادل كان مع الكرامي بهدف لهدف، الفوز على فوز على الشرطة، الشرطة فوز على بهدفين. الشرطة، تمام. يعني نشوف الفريق استاذ اياد يعني بثلاث مباريات تلقى هدفين فقط، يعني امام الشرطة حافظ على نظافة شباكي، امام الكرامي في حمص حسب ما وردنا يعني عن طريق المراسلين النوعير كان الافضل وكان الاقرب الى النقاط الثلاث في تلك المباراة، لكن امام الوحدة نوعا ما ما فينا نقول انه فريق الوحدة لم يستحق الفوز، فريق الوحدة حاليا بمركز الوصافة وهو يستحق ذلك صراحة. شفنا يعني خسر مجموعة من اللاعبين لجهة تعاقدات خارجية، لكن أيضا شفنا فرصة جيدة للاعبين فعلا عم يثبت موجودية لاعبين الشباب يعني في أكيد المباريات أكيد الأخيرة محمد حرب هو اللي صنع الفارق أمام الكرامة. الكرامة يعني في لدى عودة الدوري أمام الفتوة، يعني هو قدم واحدة من المباريات السيئة بصراحة، يعني هي تكاد تكون أسوأ مباراة لفريق الوحدة في مرحلة الذهاب، لكن في هذه المباراة الحال تغير، يعني ربما فريق الوحدة لو متوافر أسامة الأومري يعني مع الفريق في ربما يعني كان ممكن أن يصنع الفارق. من أهم اللاعبين الذين خسرهم فريق الوحدة هو أسامة أومري، لاحظ هذه الفرصة يعني فيها يعني إهدار فرصة بطريقة ساذجة، يعني خلينا نقول يعني كان ممكن أن يرتاح فريق الوحدة أكثر في هذه المباراة. حالات مباراة كابتن، جودة مباراة الوحدة والنوعية اللي انتهت إلى فوز فريق الوحدة بهدف. في عنا أربع حالات بهي المباراة أستاذ زياد، بنشوف الحالة الأولى حالة احتساب تسلل على مهاجم الوحدة، طبعا نحن هي كنا فيها على الهواء مع الأستاذ طلال، بنشوف لحظة لعب الكرة كان انطلق مهاجم الوحدة من مكان صحيح، قرار الحكم كان باحتساب تسلل كان قرار خاطئ. شوف لا يعني ايضا الكاميرا هون تلتقط الحاله، تلتقط الحاله تماما، كاميرا نشوف التسلل بشكل لحظه لعب الكره تماما، تمام. كان مهاجم الوحده صحيح. خلف المدافعين. الغريبه انه الموقف ايضا موقف الحكم سليم. موقف الحكم المساعد جيد جدا، بنشوف انه يعني بيرفع الرايه وبيحتسب تسلل على لاعب الوحده، شروط طبعا جزء قرار. الثاني يحظر ذلك، بس طريقة وقوفه على الخط لا تظهر انه هناك شهود نهائيا نهائيا ابدا. بنشوف هلا هون في عرقلة طبعا قطع هجمة واعدة، الحكم قريب اعلن عن الخطأ وقام بإنذار مدافع النواعير لقطع هجمة واعدة واحتساب اشهر بطاقة، اشهر بطاقة طبعا. الحكم اداء الحكم كان جيد جدا عالي المستوى. بنشوف استاذ زياد نفس اللاعبين، نفس اللاعب بيعمل خطا يلي بصير عليه خطا، واللاعب يلي صار عليه خطا بالفول الاول الحاله الماضيه، نعم الحاله الماضيه بيعمل خطا وبينال عليه البطاقه الصفراء، نفس اللاعبين الاثنين باتجاه مرمى النواعير وباتجاه مرمى الوحده. طبعا قرار صحيح كمان من الحكم الساحة الحكم الدولي طاهر بكار يلي أدار المباراة بطريقة جيدة جدا. مباراة منقولة تلفزيونيا، نعم. يعني بتبين تماما أداء هي الحكم، عودته للتحكيم، يعني هي المباراة الأولى بمرحلة الذهاب لإله. تمام نعم. بنشوف الحالة الرابعة يلي هي طيب الكرات اللي حكى عنها زميلنا محمد، أيوة. غريب ان تطير بعد نعم. مجهود طبعا كبير يعني في كسر نص التسلل بطريقه جيده بصراحه. نعم تمام. كان قرار الحكم طبعا قرار خلينا نشوف هون كمان نشوف شبيه بهدف الوحدي على نعم. الاتحاد قرار صحيح بعدم احتساب تسلل، كان شوف يعني موقف الحكم متابع. كمان الحكم طبعا. كابتن جودة المساعد نعم. الثاني الحكم كان موقفه صحيح لانه قدر يضبط الحاله انه لا يوجد جاء منها فيها تسلل، يعني عفوا كان ممكن يجي كان منها كان ممكن يجي منها يعطي اشارته استئناف اللعب بكل ثقه بصراحه. تماما يعني الحكم كان واثق من قراره 100%. إذا هذه حالات مباراة الوحدة والنواعير، سننتقل إلى آخر المباريات. أيضا كانت مقولة هذه مباراة تشرين مع الكرامة التي انتهت إلى فوز فريق تشرين بهدفين مقابل لا شيء، يكرس الفوز بالنتائج الأخيرة ولقاءاته الأخيرة مع الكرامة أيضا الموسم الماضي ذهابا وإيابا، فاز بهدفين مقابل لا شيء في الموسم الماضي، وهذه المرة أيضا سجل الفوز الأخير. يعني طبعا فريق تشرين هو الفوز 19
تاريخيا على فريق الكرامي، 19 مقابل 26 تعادلا و32 خساره في المباراه التي حملت الرقم 77 في تاريخ مواجهات الفريقين. تصور يعني الرقم 77 مواجهه تاريخيه. 19 تشرين 26 تعادل 32 خساره، بفضل الهدفين رفع تشرين اهدافه الى 69 هدفا مقابل 87 هدفا لفريق الكرامي. طبعا اكثر موسم تقابل فيه فريقان موسم 95 96 بسبب البلاي اوف اذا بتذكر استاذ زياد. طبعا نشعر في هذه المباراه اننا امام دوري حقيقي، يعني من حيث الحضور الجماهيري والنقل التلفزيوني، وهذا هو الهدف محمد من احلى المباريات اللي اداها تشرين على الصعيد. طبعا هو يستحق نقل الكره عبر الخطوط الثلاثه، التحضير والبناء اللاعب كان يعني شفنا على الاقل 14 15 تمرير كان الهدف هو الثاني لمحمد حمدكو هذا الموسم. فريق تشرين يعني يستحق مثل ما قلنا من بدايه الحلقه انه وجد في المكان الذي يستحقه، يعني ترجم افضليته في مرحله الذهاب بصداره مستحقه. الوصول الى النقطه 30 يعني اذا استطاع ان يكرر ما فعله في مرحله الذهاب اكيد بالتاكيد سيكون لتشرين شان اخر لاستعاده لقب بطوله الدوري الغائب بخزائنه منذ موسم 96 97. يعني فريق تشرين حقق اللقب مرتين فقط لكن على فترات متباعده، يعني حاليا يعني ما اجمل العوده الى اللقب بعد 23 عاما، يعني اللقب الاول في الالفيه وبمجموعه فعلا يعني فيها تستحق التتويج صراحه كبيره. صحيح. طبعا على الشوط الاول بهدف ونجح حارس الكرامي ايضا باكثر من كره، يعني عبد اللطيف النعسان بانقاذ مرمى من اكثر فريق الكرامي شاهدنا في مرحله الذهاب متذبذب، يعني شاهدنا يعني بدا بشكل متواضع عندما خسر امام الجيش على ما اعتقد، ثم تصاعدت وتيره النتائج، ولكن مع لدى العودة إلى استئناف الدوري عادت النتائج. قدر يسجل هدف ثاني فريق تشرين. تمام، راح نشوف صورة تشبه يعني صورة يعني يكتفي الواحد الكرامي يكتفي بنقطة من آخر ثلاث مباريات أستاذي. صحيح. يعني هذا هو الهدف، يعني هدف أنا بعتبره عكسي أستاذي بصراحة. تمام. لاحظ أنه عندما سدد الدالي الحارس المرمى يرتمي إلى الكرة لكن المدافع شاهر كاخي غير كامل، يعني هذا الهدف هو هدف عكسي، يعني وسبق أن تكلمنا سابقا بضرورة أنه اتحاد كرة القدم يجب تثبيت. أن يصدر بيانا بأن الهدف هذا هو هدف عكسي وليس هدفا تماما كهدف على ما اعتقد الهزاع لاعب الفتوه عندما سجل لفريق حطين واحتسب الهدف لعبد الرزاق الحسين، هو هدف للهزاع الفتوه بمرماه. يعني هناك اهداف عكسيه، يعني في كاس العالم هناك اهداف عكسيه، يعني ويجب ان تسجل تحت هذا البند ابدا. صحيح. يعني لاحظ الحارس المرمى كان مرتميا الى المكان الصحيح وقريب من الرد، يعني فرصة انه رد الكرة يعني اكثر بكثير من انه ممكن تفوت، يعني لذلك الهدف عكسي. فريق تشرين استحق الصدارة وفريق الكرامة تواضع أداؤه في المراحل الأخيرة واكتفى بنقطة من ثلاث مراحل، وإجمالا يعني فريق الكرامة 15 نقطة، يعني أنت تكتفي ب 15 نقطة من 39 نقطة ممكنة، عفوا هو من لعب من 36 نقطة ممكنة، طبعا عنده مباراة مؤجلة يعني الوصفة. أكيد رقم لا يليق بفريق الكرامة بطل الدوري 8 مرات، يعني 3 انتصارات فقط في 12 مباراة، يعني حقق الفوز بربع المباريات، يعني هذا رقم لا يليق بفريق الكرامة، 6 تعادلات و 3 هزائم. الكرام يجب ان يكون افضل من ذلك، هذا يعني امل كل من يعشق طبعا يعني كره القدم السوري، يعني يكون هذا الفريق وضعه الطبيعي. شكل الدوري حقيقه شكل الدوري يختلف. اذا نحن في سوريا اعتدنا ان يكون فريق الجيش بمستواه، فريق تشرين ان يكون بمستواه، فريق الكرامه، فريق الاتحاد، هذه الفرق، فريق الشرطه، فريق جبل، اذا كانت هؤلاء الابطال مع فريق الوحده اذا كانوا بمستواهم المعروف سيكون الدوري كما كان في السابق. حالات المباراه اللي ايضا كانت منقوله تلفزيون كابتن جوده مريحه يعني على صعيد متابعه الحاله التحكيميه، يعني طبعا مثل ما قال الاستاذ محمود، يعني مباراه جماهيريه، مباراه الى متعتها الى سمعتها. في عنا ثلاث حالات هون بهي المباراه، يعني الحاله الاولى هي العتب على الحكم الرابع يلي واقف عم يتابع المباراه وتارك مدرب نادي خارج المنطقه الفنيه، يعني الاثنين واقفين، الاثنين عم يتابعوا المباراه، الحكم الرابع مو مسؤوليته يتابع المباراه، مسؤوليته السيطرة على مقاعد الاحتياط والمنطقتين الفنيتين للفريقين. طبعا ما بيصير تغيب عنه هي الشغله لانه هو من الحكام الدوليين اللي صاروا هلا على اللائحه الدوليه الجديده، ومن الحكم صاعد متمكن وجيد جدا وله مستقبل كبير وبتنبأ له انا مستقبل حلو ان شاء الله. تمام. بنشوف هون في خطا محتسب من الحكم المساعد الاول، طبعا كان في
خلينا نقول انسجام بين حكمين، حكم الساحة وحكم المساعد، مباشرة قام باحتساب خطأ الحكم، حكم الساحة الدولي مسعود طفيلية. يعني بنشوف انه هون بالإعادة في دفع وفي ضرب باليد، يعني بس دفع وضرب وإعاقة وعرقلة، يعني بس كلهم بالمجمل لا يحتاجوا إلى البطاقات الصفراء بالنهاية، مجرد احتساب خطأ لصالح لاعب تشرين. نعم، ما بتحتاج هنا، لا تحتاج إلى الإنذار، لا ما في داعي لا. لا لأنه هي بعيدة وما فيها خطورة. يعني هلا هون بنشوف في مسك من مدافع تشرين على مهاجم الكرامي، الحكم مباشرة أعلن عن احتساب خطأ. طبعا بنشوف الـ يعني في تنافس، ولكن في مسك بالنهاية بهاللقطة هي هنا. نعم. ومنع لاعب الكرامي من التقدم للاستحواذ على الكرة. طبعا القرار الحكم قرار صحيح باحتساب الخطأ خارج منطقة الجزاء، مع العلم أنه سقوط اللاعبين كان داخل منطقة الجزاء، فقراره صحيح بلحظة حدوث لحظة الخطأ، بداية الخطأ، بداية الخطأ كانت خارج منطقة الجزاء. تمام، إذا هذه المباراة السبع التي جرت. ماذا عن ترتيب النهائي لفرق دوري الدرجة الممتازة بعد نهاية مرحلة الذهاب؟ فريق تشرين المتصدر بجدارة حقيقة ب 30 نقطة، الوحدة يصبح في المركز الثاني وصيفا ب 25 نقطة، الوثبة ثالثا ب 24 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع الكرامة، الجيش في المركز الثالث ب 23 نقطة، الاتحاد 22 نقطة، حطين 21 نقطة، سادسا الشرطة سابعا ب 18 نقطة، النواعية الثامنة 16 نقطة، الكرامة 15 نقطة مباراة مؤجلة مع الوثبة، الطليعة عاشرا ب 14 نقطة، الساحل والفتوة ب 10 نقاط، والفارق هو الأهداف وجبلة ب 9 نقاط، وأخيرا الجزيرة برصيد 5 نقاط. طبعا مباراة الوثبة مع الكرامة تم تحديدها ب 15 الشهر الجاري، أي قبل أسبوع من انطلاقة مرحلة الإياب، ويوم سبت مقررة ب 22. ما بعرف ليش يوم سبت مو يوم جمعة. ربما يعني موضوع الملعب حتى الآن لم يحسن حضور الجماهير، ربما يكون أقل، لم يحسن بعد موضوع ملعب المباراة. هي مباراة مهمة، واحدة من مباريات الديربي، مهمة للفريقين، الكرامة لتحسين مركزه والوثبة للارتقاء إلى الوصافة. طبعا. واعتدنا من هذه في مثل هذه المباريات أن تكون واعدة بصراحة. على كل خلال هذه الفترة ستستكمل مباريات كأس الجمهورية، وبالتالي هناك أكثر من مباراة يعني مهمة. يوم الجمعة القادم مباراة الوحدة مع المحافظة، أيضا لقاء عفري مع الطليعة، وال يعني عدة مباريات مهمة ستكون خلال مرحلة الكأس. إيه طبعا، يعني هي كمان بنفس الوقت يعني عصر آبه نظام خروج مغلوب، يعني الحلو بهذا الدوري عنا نحن هالسنة هي أنه الحكام حيظلوا متابعين لعجلة الدوري، إن كان دوري الممتاز ولا دوري الدرجة الأولى ولا كأس الجمهورية. يعني خلينا نقول العبارة اللي نحن ما معروفة عنا أنه هو التحكيم ممارسة، وليس أنه الحكم يحفظ مواد صحيح. القانون صحيح. حالات ممكن تصير معه، حالات للحكم تكون جديدة عليه، تمام، بده مباشرة يتخذ القرار الصحيح فيها. إذا الأسبوع القادم زميل محمود حلقة إحصائية بامتياز، يعني لمن يرغب بكل رقم خاص بمرحلة الذهاب ستكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله. يا مرحبا، شكرا كباتل، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. شكرا يا مرحبا، كل المحبة لفريق فريق العمل، والأسبوع القادم حلقة إحصائية عن ذهاب الدوري السوري الممتاز بكرة القدم. إلى اللقاء.